مهدي عارفة والتو عبد الحميد عارفة، حبيت نذكر اللي نفند ما تداولته مواصل التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي عمي اتعرض لعملية قتل في ساحة الباساج يوم الأربعاء. وحبيت نقول اللي عمي عمل سفرة من تونس القفصة اتعرض فيها حالته الصحية تدهورت فيها، وثم تم نقله إلى مستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، ثم نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى، ثم حالته الصحية تحسنت يوم الأحد والسبت، ثم تعكرت حالته الصحية يوم الاثنين والثلاثاء، ثم يوم الأربعاء فجرا توفي عمي عبد الحميد. هيئة الحقيقة والكرامة لم تتعرض لشخص عمي عبد الحميد بأي ضرر، وأن ملفه الطبي متابع من قبل الهيئة.